هنا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أحييكم أجمل تحية مسائية مع انطلاقة ثالث أشواط مساء هذا اليوم. الشوط الثالث وهو الشوط الخاص بالإذاعة الجعدان المحليات الأصايل بشعارات أصحاب السمو الشيوخ. ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله وتوفيقه مع هذه الأسامي اللامعة، مع هذه الشعارات المتميزة، وفي هذا اليوم أيضا المتميز نسير بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة وشاهين من قاد المجموعة في هذه اللحظات بشعار هجن العاصفة يقود غياث الهلالي. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني وأرى التقدم والتسلل في هذه اللحظات من هياض بشعار هجن الرياسة. راشد بن محمد بالسم المنصوري يقدم هياض على مستوى المركز الثاني ثالث المراكز. التسلل في هذه اللحظات مع المركز الثالث ومع المركز الرابع أيضا شاهين وشاهين الاثنين بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. نتابع المركز الرابع أو المركز الخامس، خامس الانطلاقات، أرهني هبلول بشعار هجن الرياسة. علي بن يمي الوهيبي من يعلن تقدم هبلول مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات يتسلل في هذه اللحظات ملهم 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 يتقدم مع المركز السادس بشعار هجن الرياسة ومتابعة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم أيضا نجمة في شوطنا الأول في هذه الأمسية. يقدم ملهم بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. ومع المركز السابع من الجانب الآخر شاهين التابع لهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. بينما انطلقنا مع المركز الثامن، مع المركز الثامن بأرى التقدم لشاهين بشعار هجن زعبيل. راشد بن محمد بن مروشد في عملية تضميره وتدريبه يتقدم تقدم باين وملحوظ على مستوى المركز الثامن. تاسع الانطلاقات المركز التاسع أرى التسلل في هذه اللحظات من هملول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، متابعة عبد الله بن سالم المسافري. ومع المركز العاشر، المركز العاشر أرى هناك أيضا الكايد لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، حسين بن مبارك بن مرخان في عملية التضمير والتدريب. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا العشرة المتقدمة أول أشواط الجعدان المحليات الأصايل في هذه الأمسية وفي هذا الملتقى. لنا عودة مع الصدارة، مع البداية، مع المقدم، وارهني اللي قاد المجموعه، اللي قاد المجموعه هياض 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 مشاعر المشاركين. انطلق بالصداره، قاد المجموعه، قاد المجموعه بشعار هجن الرياسه ومتابعه المستحيل. راشد بن محمد بالسم المنصوري من يقدم هياض اللي بدا بير الشوط، بدا يغادر، بدا يغادر بناموس هذا الشوط. المركز الثاني شاهين لهجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي يتقدم على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث الأسامي القادمة في هذه اللحظات، نتابع أيضا شاهين مع المركز الثالث يتقدم بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي. من يعلن هذا الانطلاق؟ المركز الرابع يتقدم أيضا شاهين بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي متابعا لهذا الانطلاق. المركز السادس يتقدم شاهين لهجن زعبيل. راشد بن محمد بن مروشد في عملية التضمير والتدريب. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، ولكن أرى هناك هياض، أرى هياض اللي
اللي انفرد بالصدارة، اللي انفرد بالمقدمة بالشعار يهزنا الرياسة، الشعار الغالي على قلوب الجميع وبقيادته، قيادة بالشبابي ما شاء الله. هذا الانطلاق بالذياب ايضا من يقدم هذا الانطلاق وهذا الاندفاع المثير بالنشبي راشد بن محمد بالسم المنصوري، من يقدم هياض بهذا الانطلاق. انباعد المسافة ولكن ارى مع المركز الثاني وصل شاهين بشعار هز الزعبيل وبقيادة راشد بن محمد بن مرشد في عملية التضمير والتدريبي، ومع المركز الثاني يتقدم شاهين لهجن العاصفة وغياثة الهلالي متابعا لهذا الانطلاق. المركز الرابع من الجانب الآخر أيضا القدوم والتحديات مع هملول لهجن الرياسة وقيادة علي بن ميل الوهيبي، والكيلو المتر الأخير والخطير هياض على الصدارة، هياض على المقدمة، باعد المسافة، ولكن أرى الهجوم، أرى التسلل ما شاء الله. مع المركز الثاني يتقدم شاهين بشعار هجن زعبيل وقيادة راشد بن محمد بن مرشد. المركز الثالث ياتي ملهم لهجن الرياسة ومتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، ولكن الصدارة والمقدم وهياض اللي ينفرد بناموس هذا الشوط. انباعد المسافة يتقدم الى ناموس هذا الشوط، هو الاقرب للصدارة، ولكن شاهين مع المركز الثاني، ملهم مع المركز الثالث. اللحظات الاخيرة المثيرة والتقدم لهياض، النقطة الثالثة لهذا الشعار، شعار هجن الرئاسة. تهانينا لهجن الرئاسة والهاتف في هذا المساء، تهانينا للمستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري، ولحظات وصوله الى خط النهاية. المركز الثاني شاهين لهجن زعبيل ملهم، مع المركز الثالث لهجن الرئاسة. المركز الرابع ياتي هملول لهجن الرئاسة. المركز الخامس ياتي ايضا شاهين لهجن العاصفة. هذه النتيجة للمراكز الخمسة المتقدمة. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام ولحظات الوصول الى خط النهاية مع هياض اللي قاد المجموعة منذ البداية بتوقيت زمني مقداره 8:51، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا للمضمر راشد بن محمد بسم المنصوري. بينما اللي وصل مع المركز الثاني ياتي ايضا شاهين بتوقيت زمني مقداره 8:52، 1 من الثانية. تهانينا لهجن زعبيل، تهانينا للمتألق راشد بن محمد بن مرشد. بينما اللي وصل مع المركز الثالث ملهم ياتي بتوقيت زمني مقداره 8:52، جزئين من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا للعملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. التواصل مستمر مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، عشاق